تونس نص نهار و24 دقيقة مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد. الموعد يتجدد كالعادة مباشرة من استوديو الفقيد فكري بودية من تونس العاصمة نافذة، يومية على آخر المستجدات المطروحة على الصعيد الوطني. اليوم نرجع بالتحليل والنقاش على موقف كتلة 3000 الوطني من التحوير الوزاري، أيضا قراءة في المستجدات الوطنية و في القضايا والملفات اللي تهم الشأن الحقوقي. سعداء جدا اليوم بحضور واستضافة النائب بالبرلمان عن كتلة 3000 الوطني ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، اللي هي عمليا يعني أصبحت غير موجودة ولكنها أثمرت تقرير وجدل متواصل حول مشروع تنقيح التشريعي المتعلق بالمساواة في الإرث. بشرة بالحاج حميدة، مرحبا بك على موجدي ونفان. عايشك بارك الله فيك، أول مرة باش نتكلم باسم الكتلة. مرحبا بك بشرة بالحاج حميدة. كم شنت جيك لي شد ما تسيب. مرحبا بك بشرة بالحاج حميدة، أكيد راجعين معاك بأكثر تفاصيل في قراءة لمستجدات الشأن العام وخاصة الشأن السياسي والبرلماني. لكن قبل هذا نرحب أيضا بزميلنا الصحفي صديق البرنامج اللي عنده غيبة مديدة ما طلش علينا، معز الباي، مرحبا بك. مرحبا بك محمد بكل مستمعي ديوان فهم. أنا لو كان زدت أيامات أخرين ما جيتش بحذانا كنت مش خارج فيك برقي تفتيش. جاب ربي هاني أنا نعرف موجود في بالي بي. ولا فما عندك معني علاقات تبارك الله وإن شاء الله بشرة تجي تجيبني كرش الحوتة. مرحبا بكم معز وبشرة. نذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل، صفحة الفيسبوك ديوان اف ام لا تنسوا تخليوا فيها كل التفاعلات والآراء والمقترحات. أيضا تنسوا تتابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر ستريمينج لايف على صفحة الفيسبوك ديوان اف ام، كما تنجموا تتابعونا زاد على السيت ويب ديوان اف ام بوانات اللي تلقاو فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. بشرة بالحاج حميدة، قبل ما نحكيو على التحوير الوزاري والشأن السياسي، 7 نوفمبر اليوم، تاريخ هذايا شنو يعني في ذاكرتك في مخيلتك؟ ايه معز يضحك خاطر هو راه وقت اللي صار 7 نوفمبر انت لما صغير مثلا نهار سبت نهارتها تو ما تولدت بشرى. ايش قلت لك؟ صغير مش من زد صغير تو ما تولدت. اي ما تولدتش بكل اي معنى بالحق، لا قلت كنت صغير معنى ما عشتهاش هذه، صغير في العمر تو ما عشتهاش وقتها. معنى في نفس الوقت الناس معناها العهد بورقيبة انتهى ولات برشا حاجات خايبة اللي تمس في صورة بورقيبة الجميلة وكل، وفي نفس الوقت التخوف السيد هذا منين جاء سمعنا به كل مرة في حديث 78 وقتها نفكر بيان تاع جبهة شعبية وقتها اسمها حزب العمال، لا سبحان الله قبل لسه حاجة أخرى نسيت اسمه الحزب، فهمت وقت أول مرة سمعنا به 78 يكتبوا عليه بن علي ما نعرفوش، بين بين انه قايد باش تقف الحكايه وتوفى العهد بورقيبي وبين هالسيد هذايا اللي جاي جديد، واللي معناها المهم انه رغم هذا الكل البيان اعطى امل للتوانسه، يعني اعطى امل لانه بالحق باش نبداو البناء الديمقراطي ما غير ما نعملوا ثوره ما غير ما يصير حاجه اللي معناها قويه، لكن بعد ولات حاجه اخرى. ولازم تعرف حاجه اللي احنا اخر 7 نوفمبر 2010 على ما فدينا من حكايه 7 نوفمبر قلنا باش نعملوا سهري في الدار قدمي جنت لما باش ننساو اللي هو 7 نوفمبر واحنا باش الحكايه نتاع العاده والاحتفالات، واحنا كنا في الامن والامان يحيى هنا الانسان صح، وعملنا سهريه وجبت فيها الناس ما همش متسايسين اغلبيه ولكن شكون احسن عبد في السهريه بالمفهوم الضحك والغناء والغناء وكشي هو بيرم التونسي، قلت له عمك سهريه باش نبيعوا نبيعك شويه كل السي دي نتاعك خاطر ما تبيعوش بيرم الفنان كيليني. فنان اسمه حمد كيليني بندير مان فهمت، عملنا سهريه وحطينا الاغاني نتاعو غنى هو 99% من الديمقراطيه اغنيات الكل نتاعو الكل حلوه ياسر وعملنا جو كبير ياسر فهمت، ولكن الحاجه اللي تضحك اللي الناس اللي جاوا حذايا هم ما يعرفوش بايرم ديجا اكتشفوا شراو كمام سيديات كي خرجوا لقاو البوليسيه مساكن فجعوا بالحق خاطر البوليسيه معناها بحذا الدار يتبعوا في الحكايه وكذا،
دونك هذوما نجم نقول لك على 7 نوفمبر توا نجم نقيموا بهدوء. جوستومون بشرى انت معروف عليك عقلانيتك وانك ما تحبش الدغمائيه. اليوم واحنا على مسافه من 7 نوفمبر 87، على مسافه ايضا من حقبه بن علي، اما ان الاوان اليوم لتقييم هذه التجربه بعيدا عن اي خلفيه سياسويه او ايديولوجيه. انا ما عندي، بالعكس انا معناها يمكن العباد تطيح نولي يمكن عندي اكثر لهم معناها رحمه ولا سميها اللي تحب. هو بن علي عمل غلطتين كبار اللي هم يمكن العباد تحب تحكي لك على الفساد وعلى عائلته. لا، حاجتي التعليم قضى عليه وخرج اجيال معناها ناس معناها ماخذين شهايد، شنو هي قيمة الشهايد، شنو هو الفكر اللي حاملينه، شنو هو معناها حتى معناها انك انت اليوم ناس مثلا البارحة طفلة تخدم في الولاية فيزيسيان معناها متخرج عامل فيزيك معناها حاجة كبيرة معناها وتقبل روحها. جات تحكي معايا وقربتها وصاحبتها قلت لها ديجاك فيش تقبل روحها تخدم في الولاية موظفة، فهمت؟ قلت لها فيزيسيان معناها فماش حلم تعليم ما عادش عن ماهوش هو اللي يوصل، مش هو اللي يعطي الحلم للعباد كما انا جيل متاعي. وقف المصعد الاجتماعي، المصعد الاجتماعي وقف، وحتى جودة التعليم، الجودة والمستوى وش يعلمك الاستاذ وش يعلمك شبيك يا اخي. راهو انا واحدة من الناس معناها مدينة الاساتذة متاعي هم اللي حبوني في القراءة، هم حبوني في السينما، حبوني في سيني كلوب. معناها تصور انت كل الاستاذ متاعك وانا بياتة واحنا برشا بياتة ونحبوا نخرج يعطيك ورقة باش تمشي تخرج للسينما، معناها حاجة كاملة توجه كامل. واليوم ما خرجناش من هذه الحاجة. الحاجة الثانية اللي ألف فرصة جات بن علي باش يحل الباب للديمقراطية التعددية الحرية الإعلام كل مرة يسكرها، كل مرة معناها فلت علينا فرصة باش اليوم ما نقعدوش في الوضع اللي احنا فيه. معناها عنده مسؤولية كبيرة، أنا اللوم عليه أكثر من بورقيبة، راهو القمع وقت بورقيبة راهو كبير ياسر. أما وقت بورقيبة الفرق بين الحاجة اللي أنا هذه ما نحب نحكي فيها كيفاش بن علي راهو دخل فينا الخوف. معناها المظاهرات ما عادش تخرج حد في المظاهرة تاع فلسطين، هبطنا لقيت 4 من الناس وقتها هبط معك شبيبة نتاع هذاك نهار العمار وشنو ما فما حد خرجنا اللي دخلنا الانتير نخبي فيه سيسمة مسكينة ولينا نلجؤوا للفلاش موب. ايه فلاش موب وقتها تعملوا فيهم ونقول لكم شنو معناها بربي فسروا لي فهمت. اما وقت بورقيبة نخرجوا كل يوم صدقني. راهو نتفكر مرة خرجت إشاعة أنه طالب مات، إشاعة يا ولدي كل يوم نقول لك 20 يوم ونهار قلنا يا بالخوجة يا سفاك مات طالب من المطرك، وبعد ولينا نقولوا حتى وصلنا 30 احنا نقولوا 30 مات من المطرك. معناها كان فما هذه الحاجة اللي معناها ديفيرونت. باغ كونتخ فما حاجة صار وقت بورقيبة صعب ياسر. نتفكر احنا كيفاش يدخلوا علينا في الفوي وكيفاش اي سيدي نحب حكيتها مره في حكايه مره ثانيه. انا مرتين المكتبه بتاعي الكل لوحه مش شباك، مكتبه لوحه نخرج كتب ونبدا نلوحه. علاش؟ خاطر يقع عندك كتاب تاع ماركس ولا لينين ولا قضيه في حد ذاتها. يعطيك الصحه. هذيك وقت من علي تحات مثلا تحاوس بيها وتقرا تبانك في قهوه تقرا كتاب وكش معناها انا ذولي بن علي القوه نتاعو. وين ما. هل أجرم بن علي في حق التوانسة؟ ارتكب جرائم، فما جرائم ارتكبت فمن اسمها تحت تعذيب، جريمة تعذيب راه الموت تحت تعذيب جريمة بيان أجرم. لكن أنا زاد ما نحبش شكلي يولي ما عمل شيء، عمل حاجات من فايت المرأة عمل حاجات يعني عمره ما توقف المسار نتاع الاصلاحات يعني اللي يصوروا بن علي وحقبه بن علي على واللي انها عملوا واللي عمل مثلا حقبه سوداء وانها حقبه كلها ظلمات وانه حقبه بن علي كلها ربما نقاط سلبيه فما نوع من المبالغه والتهويل. فما مثلا بن علي مراقبه الاسعار وانه كيفاش وصل رغم كل شيء معناها هذاك به. لكن بن علي خدم على صورته الانيه معناها وقت اللي جاوا يقولوا له هاو صناديق ودراسات صناديق الاجتماعيه باش تفلس قال لي غادي خلينا نكمل المرحله نتاعي راهو باش تصير المشاكل هذوما على المستوى الاجتماعي معناها حلم في المشاكل اليوميه ما خممش انه يزم يخلي شعب مثقف كما بورقيبه خمم يخلي شعب مثقف ما خممش انه الاصلاحات تبدا
باش نتمان على التوانسه زاده فهمت، لكن في نفس الوقت خليهم حل مشاكل 29 برشا مشاكل بقطع النظر على الفساد اللي هو معناها معناها كارثه وقافه ومازال نعانيو فيها وزادت وكل شيء، لكن حل ما خليش التوانسه وضعيه الاسعار كما تو فهمت. كل انسان ما نجمش يعمل كان خايب، هذه باش نكونوا واضحين مهما كان، ولكن هو فوت على نفسه باش يكون احسن برشا. شنو نجموا نستفادوا اليوم من التجربه هذيك بشرى بالحاج حميده؟ اليوم حتى اعداء بن علي، خصوم بن علي، اليوم نسمعوا مثلا راشد الغنوشي وعفتاح حمور من الناس اللي كانوا تعرضوا لمظالم وانتهاكات في عهد بن علي، يقول لك بن علي حقق انجازات اقتصاديه واجتماعيه احنا اليوم لابد وان نستانس به، خاصه على مستوى الانفراستركتور بن علي، بنيه تحتيه، قدم برشا حاجات باش حاجات لليوم نحنا معناها نستنفعوا بهم الحقيقة. أنا فما حاجات عمل، قلت لك أنا فما حاجات عملهم في المرأة، عمل في كيفاش تتحكم في الأسعار وما خليش توانسة توصل الوضعية كما هكا على مستوى الأسعار. فما حاجات أيضا جرائم في علاقة بحقوق الإنسان، وأنت امرأة حقوقية بشرى بالحاج حميدة، مظالم كبار، وفما شكون يعتبر وأنه أنت تمثل طيار في البلاد ما يسمى التيار الحديث التقدمي اللي في جزء منه تواطأ مع بن علي ضد الإسلاميين وضد حركة النهضة على وجه الخصوص. ايش تحب نقول لك؟ شو نقول لك قداش من نهضاوي أنا دفعت عليه؟ أنا وقت اللي يجيني إنسان عنده محاكمة نعرفها غير عادلة عمري ما نسأله أنت شنو تخم، عمري. أما ما جاونيش مثلا كمحامية، جاوني كعباد اللي جاوني دفعت عليهم. كان عندك استعداد وقتها مثلا ندافع على رشد الغنوشي اللي كان مجرد ذكر اسمه في تونس حاجه تبعث على الخوف؟ والله توا ما نجمش نجاوبك، تحب نقول لك؟ ما نجمش نقول لك نجاوب، ما نجمش. انا مثلا مش عطيك حاجه، مثلا انا محاميه 35 سنه وعمري ما دفعت على انسان يغتصب، ما نجمش. حتى المحكمه يعرفوني معروفه، حتى مره رئيس المحكمه قال الاستاذه بشرى باش يعيني في وقت يسخرني، غزر النيابه قال له ما غير ما تطلبها سيد الرئيس مش تقبل، خاطر الملف مش قدام النيابة تعرفوا. أنا نمن أنك تدافع لازم تكون عندك الحماس. أنا دفعت عليهم الظلموا معناها من الحكاية فارغة. مثلا نحكي لك واحد مثلا في حي شعبي عنده عائلات من نهضة مش يعاونهم، تحال من أجل الانتماء، معناها تحمست له. فما جاء ما نجمش نكون ما عنديش حتى معناها شخصية رشد الغنوشي وقتها معناها باش تقول لي كيفاش كنت تراها وكل شيء، راها اللي هو اول حاجه انا في مخي انا رشد الغنوشي وحركه النهضه خرجوا في 85 وقالوا استفتاء حول ما جات حول شخصيه. حاجه اللي معناها فما بألف حاجه ما نسيتهم، اما ذيك ما نسيتهاش. ما نسيتهاش نهار اللي عملوا معناها ندوة صحفية، فما حاجات تقعد لك. دونك باش تقول لي انت اليوم تنجم ولا ما نجمش نجاوبك بالحق. معناها جاوبت على ما ناس دفعت على الناس مختلفه معاهم فكريا وايديولوجيا كل شيء، لكن ما نجمش نجاوبك. معناها عندي القدره باش ندافع عليه كما تصور، ما نجمش نجاوبك. لا إيه لا ما يسمى لكن في ادبيات النهضه والاسلاميين المحامي بالتيار الاستئصالي اللي يقولوا انه ينتمي الى اليسار والشق والتيار التقدمي وتواطأ مع بن علي ضد حركة النهضة لتصويرها على أنها حركة إرهابية، لتصوير الإسلاميين على أنهم ظلميين. موجود تاريخيا هذا فعلا ولا فما نوع من الإشحاف ونوع من محاولة خلق أسطورة في ذاكرة التوانسة؟ هذاك بداوها بعد 14 جانفي عملية متاع انتقام أصلا معناها تجاهنا، وأنه إحنا تقريبا اختفي مش بيك وقت يقولوا لنا جماعة ليلى بن علي فهمت. لكن عملية من اعتبرها داخلة في إطار معناها الضحايا وكل شيء، هما فكرهم وقتها وجزء مازال اليوم يعتبر اليسار عدو. فهمت؟ أنا نتعامل مع الخصوم، نتعاملش مع الأعداء. الفكر هذا ما نجمش تبنيه، معناها أنا ضده والناس كل تعرف، ولكن أنا ديمقراطية نمن الناس كل تتعايش. أنا كنت في الجامعة قلت لي تعاركوا بالضرب، أكثر واحدة نجي في وسطهم وساعات ناكل في جرتهم الكل. هو انا ضد العنف مثلا، عندك عركه، انا العركه الصحيحه مع حركه النهضه راهي عركه على افكار وعلى برامج، مش نسبك وتسبني. معناها انا نقول لهم تو الناس نهضه نهضه نهضه، باهي بقعد تسب الصباح، في الاثناء هي تربح وانت تخسر، خاطر انت ماكش قاعد تقدم في البديل للتوانسه باش يفهموا واش معناها الفرق بيني وبينك.
شنو الفرق بيني أنا وحركة النهضة في الخيارات الثقافية في المجتمعي في مفهوم الأسرة. أنا نبدأ لك خلافي مع النهضة مفهوم الأسرة، مانيش فاضي مفهوم الأسرة أصلا، معناها نبدأ بهذه في الطفولة، ش تحب إلى طفولة وش تحب النهضة، مانيش نفر ما نحكيش على الاقتصاد، ما نحكيش على الاجتماع، ما الأمور الاجتماعية، ما نحكيش على الأمور الثقافية اللي ننمي بالحرية المطلقة في معناها كل ما هو إبداع ثقافي مش في الابتذال، نحكي ابتذال معناها مستويات معناها ما عندها حتى علاقة مع الفن والإبداع. أي فهمت على الحقوق الأكاديمية، فما قضايا اللي أنا معناها واضح. دونك انا هذاك شنو نضحك تقول يقولوا مع النهضه، لا لا ما نحبش نجاوب خاطر ساعات تحس كأنه ياسر في السطحيه. معناها اليوم انت قولي ايش تحب تعمل انقلاب، انا ضد الانقلاب. تحب انت اليوم العسكر ينحيوا النهضه، انا ما نمشيش، مش معناه انا مع النهضه. انا فما شكون دفع في وقت من الاوقات في هذا الاتجاه، لانه في 2013 عرفنا ظروف استثنائيه، وفما حديث انا ذاك عن محاوله لاستنساخ التجربه المصريه. مش محاولة، فما ناس تعتبر التجربة المصرية تجربة نموذجية بقطع نظر على كل شيء. سعرفش نحكي لك حاجة اللي ما يعرفوش، هما اللي ما يعرفوش العباد تكتب لك لماذا اللي القهر والقمع ما طالش كان الإسلاميين في مصر، وراهو النساء اللي كيفي أنا كيفي أنا في تونس حرة طليقة ونحوس هنا في الديوان، غاديك راهم أما ممنوعات من السفر أما في السجن. الجمعيات النسائية اللي كانت وقت اسمه مبارك تخدم اليوم عاش موجودة في بالكم في بالكش، معناها هما يسخايلوا. فما حاجة خايبة ياسر في العباد اللي مش ديمقراطيين، يسخايلوا فما ديكتاتورية سور مزيور، فهمتش معناها ديكتاتورية تحطني أنا وتنحي الأخرى، هي ديكتاتورية. في 2013 فما شكون كان عنده استعداد ورغبة وأنه في سبيل الإطاحة بالنهضة وأقصاء الإسلاميين من السلطة عنده ربما قابلية، وأنه الجيش يتولى الحكم وأنه يكون فما انقلاب. أنا قلت فما ناس حتى في فيسبوك حتى في كل التصريحات فما نحكيو في النخب السياسية في الدوائر الضيقة على الأقل. فما أنا في الدوائر الضيقة وما سمعت، أنا ما سمعت بكل صراحة فزاعة يعني. لا لا أنا ما سمعتش، مثلا هذه اللي طرحها في وقت من الأوقات عدنان منصر وغيره من الشخصيات حثوا عليها القيادات في حركة النهضة. لا 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 احنا في 2013 نخمو في الانتخابات ونخمو كيفاش ننجحوا في الانتخابات، كيفاش انت تحضر في الانتخابات وتناقش في الانتخابات وتعمل في القوائم وتخمم وكيفاش وكذا وانت تعمل انقلاب بعد ما رانا قعدنا قاعدين نستناو في الانقلاب. واضح. معز الباية الصحفي في نفس السياق، قبل ما ندخل في صلب موضوعنا اليوم في علاقه بالمستجدات السياسيه والحقوقيه، على وزن هل غادرنا سقيفة، هل غادرنا 7 نوفمبر وفكر 7 نوفمبر ونظام 7 نوفمبر؟ باش نعطيك أنا ربما معطى بسيط، وأنا دائما أنقل كل آراء التوانسة بغفها وسمينة. تاكسيست جيت معاه اليوم الصباح يعتبر ويوصف الثورة بالمنزوسة، يقول لك الثورة هذه اليوم كنا توانسة شريحة ثرية وشريحة فقيرة، ولكن فما حزام كبير من الناس العياشة، الناس اللي ربما قادرة على أنها تسلك أمورها، ناس ما تعيش الخصاصة بأبسط الموارد المالية، ربما تعيش حياة محترمة فيها حد أدنى متاع كرامة. التونسي كي كان يمشي يقضي كان عنده قفته معناها مليانة ومحترمة. اليوم التونسي يأن التونسي تعب، التونسي اليوم الاستفادة اللي تحقت للنخب السياسية والإعلامية اللي كيفك والحقوقية كما بشرى ما تعنيهش الحريات، ما تعنيهش حقوق الإنسان، ما تعنيهش الديمقراطية، بل أكثر من هذا في ظل الأداء الحالي للنخبة السياسية فما شكون اليوم أصبح يكفر بحاجة اسمها ديمقراطية. ماذا مقي من 7 نوفمبر ربطا حتى في علاقة بنعيشه فيه اليوم؟ خلنا نرجع لك لحكاية 7 نوفمبر وبالنسبة لي أينشتاين. ينساو برشا توانسة أنه السنتين الأولانيين متاع عهد بن علي كانت سنتين انفتاح على الجميع بما فيهم حركة النهضة اللي كانت تتجه لسليم وغيرة اسمها تحت املاءاته طبعا، فهمت، وبرشا احزاب خذت تراخيص وخذت جرايد وغيره واحد كله. يعني سنتين الاولانيين كان وجه ديمقراطي جميل جدا، ربيع تونسي. ثم من بعد حدث الانقلاب الاستبدادي خلينا نقولوا اللي بن علي شنو عمل في تونس، تحول الى دولة بوليس، يعني اصبح معناها لدرجه احنا دخلت حتى في الجرغون تاعنا في لغتنا نقولوا حاكم، فهمت، على عون الامن نقولوا حاكم، لدرجه انه الهاجس الامني هو اللي سيطر على فكر الدوله.
صحيح بن علي عمل حاجات ايجابيه، راه مش كل شيء خايب، عمل حاجات ايجابيه في المستوى على المستوى الاقتصادي، حافظ نوعا ما على هذيك الطبقه المتوسطه الى فتره معينه، لكن الفئه المتوسطه دي والشريحه المتوسطه راهي انحدرت بشوي بشوي في عهده هو. بدينا نعيشوا في الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه في عهده هو. سينو كيفاش نفسروا انه في 2010 كانت فما انفجارات اجتماعيه، من 2008 انفجارات اجتماعيه في الحوض المنجمي، 2010 بدات في بن قردان رمضان 2010، ثم سيدي بوزيد، ثم انتقلت الى تونس كامله. المئات الالاف اللي خرجوا هذوما يحتجوا، ما خرجوش راهم يحتجوا خاطر يطالبوا بالحريه والتعدديه السياسيه وحريه التنظم وحريه الضمير والمعتقد وغيره واحد كل، خرجوا يطالبوا بمطالب اجتماعيه واقتصاديه اساسا. ثم بطبيعه النخبه السياسيه باش ترفع شعاراتها السياسيه اللي هي من بشرى تعرف دي معناها من 2005، يعني وقت تكون ائتلاف 18 اكتوبر تلمت مجموعه من المكونات السياسيه اللي هي كانت معارضه لي بالضبط، يعني كان يجب 18 اكتوبر تحديدا، فهمتني؟ اللي اليوم النهضه تقول استئصاليين واحد وكل الناس، بعض الناس يتوصف فيهم بانهم مستئصاليين ويسار استئصالي، راهم كانوا معاه في 18 اكتوبر وراهم عملوا وثائق من جمله بالك لسيد بن عاشور اللي هم يسمينها استئصاليه، كانت هي رئيس اللجنه اكزاكتوم المسانده نتاع 18 اكتوبر. هذا من الامثله من العينات، وهذا وقت اختلف بالك، راهو تحالف سياسي قاتل هذه حق الانسان، قلت له مش حق الانسان. وحاجه اخرى بشرى باش نرجع التقرير نتاعك، معناها التقرير نتاع اللجنه نتاعكم، راهو في وثائق 18 اكتوبر فما جمله من الحاجات اللي جات في 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 التقرير نتاعكم امضات عليها حركه النهضه كما مساله المساواه بين المراه والرجل، حريه الضمير وحريه المعتقد الى غير ذلك، وطبيعه الدوله المدنيه اللي بعد الكل انقلبت عليه. شكون الاستئصالي هذا جيستومون في خضم هذا الشيء؟ الاستخلاصات اللي نجموا نخرجوا بها اليوم معز البي، سؤال هذا جاوبنا عليه بعد البيب. هنا تونس نص نهار و46 دقيقة مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم من جديد، شكرا لكم على الاستماع وعلى اختيار موجاتنا لديوان اف ام. ما زلنا مواصلين نقاشنا وحوارنا اليوم مع ضيفتنا في الجزء الأول بشرى بالحاج حميدة، عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الائتلاف الوطني. بعد شوية نرجعوا بالتحليل والنقاش حول التحوير الوزاري والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والحقوقي. رافقنا في التحليل والنقاش وإثراء الحوار اليوم زميلنا الصحفي والإعلامي معز الباي. نعطيك الكلمة مجددا كاستكمال لفكرتك معز الباي في علاقة بسؤالي، هل غادرنا 7 نوفمبر وماذا بقي من 7 نوفمبر وإحنا اليوم في ذكرى 7 نوفمبر؟ محمد باش نرجع لوين وقفت، قلت لي الاستخلاصات، الواقع اللي صار هو انه بعد 14 جانفي بعد سقوط نظام بن علي، النخب السياسيه على الاقل النخب الحاكمه ما عرفتش كيف تصير اهم الملفات، الملفات الاقتصاديه والاجتماعيه، ركزت على الاستحقاقات السياسيه وعلى مصالحها السياسيه الضيقه الدكاكينيه ولا الشخصيه. اثنين، حاجه ثانيه ننسيو انه في عهد بن علي كانت فما عصابه فساد، فهمتني؟ يحكم فيها هو لكن عصابه واحده، اليوم الفساد ولات عندنا ديمقراطيه الفساد، فهمتني؟ يعني كل فاسد يحل حانوت وحده، يعمل عصابه وحده، كل حد يجي يغوص خاطر عارف روحه باش يقعد موندا صغيره عويه ويطير، مش بشي يطول برشا، دونك يحاول يعبي، باش نحكي بلغه الشارع، يحاول يعبي لو ماكسيموم بوسيبل، وهذا الناس فطنت بيه وفقت بيه. علاش تراجع ثقه التوانسه في الثوره اليوم؟ الناس اللي كانت متحمسه في 2011 اليوم اصبحت تصف الثورة بأقذع النعوت. أولا يلزمنا نفهموا أن جميع الثورات في العالم راهي ما تجيبش مكاسب مباشرة، تحب لها برشا وقت وتحب لها برشا إرادة، فهمت؟ لازم توفر لها جملة من الظروف باش تنجح الثورات هذه وباش تحقق الأهداف اللي جات على خاطرها. هذا أولا. اثنين، أنه النخب قلت لك اللي سيرت البلاد، الحكومات المتعاقبة والسياسيين اللي شدوا البلاد هذه، فهمتني؟ ما خدموش على الملف الاقتصادي والاجتماعي، ما خدموش على الكوارث اللي خلفها نظام بن علي. راهو كانت بشرى تحكي في الكوليس قبل على قناه حنا بعد، كانت عادي في برامج على الفقر وحنا بيتين كيفاش الحريه وكل معناها ستي دي ماتراكاج، معناها يورينا في حاجات ما كناش نتخيلوها موجوده في مناطق في تونس، ناس منسيه تماما من قبل الدوله. فما راهو فعلا احنا القوه بن علي كانت في تحكم كما قالت بشرى، تحكمه في الاعلام، بخلاف تحكمه في الاسعار، تحكمه في الاعلام، في قفه تونس اللي بخلاف وتحكمه في الاعلام يوريك كان حاجه اللي حاب يوريها لك، فهمتني؟ الى درجه انه مره مراسل رياضي في نقاش في إذا عمل إذاعات قال لي أنا كنت ما نجمش نقول العشب ماهوش أخضر في ملعب، خاطر كان نقول العشب ماهوش أخضر معناها بن علي ماهوش متولي بالرياضة،
فهمتني؟ يعني تخيل الى اي درجه بن علي كان يتحكم في في, في, في الاعلام، لدرجه انه حتى الكره نفسها والكره تسيست في وقتها، ما لان الببليك الناس ما عندها حتى متنفس تجم تتكلم فيه وتعيط فيه وتخرج فيه، كان في الفيراجات نتاع الكره وترفعت شعارات سياسيه في 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 في, فيراج في فيراجات الكره، مش مباشره تجاه بن علي ولكن تجاه بعض الشخصيات المقربه من بن علي. حتى مره تمشي بوب مثلا، مره حتى تجاه بن علي نذكر فما منش مغرم برشا بالكره، نذكر في بلي في المستير فما ماشي ترفعت شعار ضد بن علي واعتقد انه تسلطت عقوبه على الجمهور، ما نعرفش ما ذكرش بالضبط التفاصيل، قلت لك مانيش مغروم برشا بالكره، اما ذكر انه ترفعت حتى شعار ضد بن علي. مش هذه مشكلتنا، مشكلتنا اليوم اللي صار في تونس شنو؟ انه ما خرجناش باستخلاصات، ما جيناش ثوره ولا مش ثوره قبل كل شيء، ثوره ولا انتفاض؟ اولا انا اعتبر ثوره ولا انتفاضه زائد محاوله انقلاب. اولا انا خلينا من تسميتها نعتبر مسار، لانه فما برشا تفسيرات اليوم، فما برشا قراءات، برشا تاويلات. انقلاب شكون عمله؟ لفئه من؟ انا نعتبره مسار ثوري. الناس اللي خرجت، مئات الالاف اللي خرجت تحتج على بن علي وتحتج على غلاء الاسعار وتحتج على التوريث وتحتج على الترابلسي وتحتج على النهب والسلب وغيره واحد وكل، فهمتني؟ ماهيش ناس مموله من اجندات اجنبيه ومخابرات اجنبيه باش عملت انقلاب على بن علي، هذه اولا. اثنين، الناس هذيك خرجت تحتج، اذا هي دخلت في بروسيس ريفولوشنير، ماشي مسار ثوري. المسار هذا من بعد تم التلاعب به، ولا تم سحب البساط من 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 ساقين الناس واعطاوها الناس الاخرين، خاطر لازم نفهموا انه المسار الثوري ما كانش عنده راس، ما كانش فما قياده تقود، وما كانش عنده رؤيه استراتيجيه، ما فمش معناها جهه نظمت الحراك وقالت تيان هاي مطالبنا واش نحبوا نعملوا وكذا، ما صارش هذا. اللي صار هو سيتي سبونتاني، معناها الناس خرجت بطريقه اكثر ما يكون تلقائيه، ثم من بعد جات ناس وركبت عليه، ركبت على الحدث هذا، وللاسف انه جمله من الخب نتاعنا اللي على الاقل كانت موجوده في الحركه الثوريه هذه تخليت على مواقعها وسلمت في في البيسات وسلمت في المسار، فهمتي؟ خليته ينحرف. بشرى بالحاج حميده، اليوم بعد 8 سنين من الثوره على الاقل انا اعتبر انه فما ثوره صارت في البلاد، رغم انه ننقل كل الاراء المنتقده لما يسمى بالثوره اليوم، وهذا دوري وهذا واجبي. مش وقيت بفتح ملف حقبه بن علي، ووقيت ايضا لإجراء مصالحة مع بن علي شخصيا، فمش مصالحة ممكن تتم مع رجالات بن علي قبل ما تتم مصالحة مع بن علي شخصيا. هو راه المشكلة المسار هذا الكل نتاع العدل الانتقالية ما مشيش بكذا، فهمت؟ بالحق راه من قانون، من التسييس نتاع الاختيار الأشخاص، وهذه من الأخطاء اللي قاعدة تستمر في الهيئة الكل، وإن شاء الله محكمة الدستورية زادة ما نزيدوش نقدموا. كنا نجموا بسهولة تامة نعملوا قانون يمكن من المصالحة بصفة مباشرة، يعني تقريب في أجال أسهل وفي ظروف أهم أحسن، وفي إعداد حقيقة أولا باش نضمنوا أنه معاش يتعاود، ثانيا أنه زادة توانسة نقول لبعضنا اللي بن علي ما كان ليحكم كما حكم لولا زاد نحن كنا معناها أخطأنا، سواء الناس اللي كانت مصالحها وتواجه بن علي في اثنين خايبة واللي هما كما شكون الله يرحمه، فما اللي مات وفما اللي حي، اللي كانوا معناها يدفعوا ديما. انا نحكي لك برشا حكايات راهو صاروا نحن قبل تو مش نقعد وقته، وقت اللي كان ديليجيز يضرب البوني على جمعيه نساء ديمقراطيات باش يتكلموا في الاعلام، ولا باش ينقصوا عليهم المراقبه، ولا باش فهمت، ولا بنات من الخدمه، حكايه الخدمه حاجات فهمت، كانت ناس ما فما شكون يرى ايضا، وانه لولا ربما شخصيات كما دالي الجازي وكما محمد الشرفي لما كان بن علي اخو مشروعي. لا مش صحيح، ما همش هما اللي عطاهم مشروعي، باش نكونوا واضحين، كونه هما اختاروا ثنيه، فما ناس اختارت تقول لك انا نبدل النظام ولا نبدل التوجهات ولا السياسات من داخل، كما انا الناس تلوم عليش بكذا، وقل انا نم لكن انا كاصلاحيه بشرى اصلاحيه من اصلي من اصلي لكن, لكن انا مع مثلا بن علي عمري ما جاتني تونتاسيون حتى دقيقه باش ندخل في النظام، هذه واضحه وصارت نقاشات 4-7 نوفمبر. سبق انه التقيته بن علي ولا بشرى وتحت لك الفرصه هذه ولا ما قعدتش معاه ولا حكيت معاه؟ استعانه مره رزقوت وقت اللي جمعيه تعيد المراه كهو، ما اما باش انا قعدت معاه ولا حكيت معاه ابدا. بشرى بالحاج حميده مع اجرى مصالحه مع بن علي، انا مع المصالحه في اطار الشفافيه والوضوح وكشف الحقيقه والناس الكل مع بعضها. وحاجه مهمه برشا اللي انا خليتني معاش بالحق مع الحماس نتاعي نقص، خاطر ريت اللي فما ناس اجرمت فهمت وما صارش ما تعبتش. اجرمت اكثر من بن علي اجرمت، معناها هما ساهموا بطريقه كبيره
في انه بن علي واصل السياسات نتاعو كيما شكون؟ مانيش بنسمي الاسماء مانيش توا من النظام السابق ولا من الناس اللي حكمت بعد سنوات؟ من النظام السابق، من النظام السابق، الناس اللي وقت اللي كل ما انا قلت كان قبيله كل هو حكي لك على 7 نوفمبر معناها كيفاش في 7 نوفمبر عامين بالحق نحن حريه، كيفاش زاد في التسعينات من الاول كيفاش بدات شويه ومن بعد صارت معناها كذا كيما معناها 2000 في 2000 زاد وبعد اضراب توفيق بن بريك والبنات في الجمعيه وقت على جواز السفر كيفاش وصلنا حققنا بعض المكاسب شبيك كنا جواز سفر عادي تستنى 5 شهور 6 شهور ما نحكيش عن الناس الممنوعين اصلا. فما ناس لين هرب بن علي وما عندهاش باسبور ما حرمش. يعني احنا كمال جندوبي في قضيه هي تابع معناها صحفي معناها تابع لقانون الصحافه اللي هو 3 شهور باش تسقط قعد 10 سنين ما تخرجش لتونس قال بعد الثوره معناها برشا مظالم. مصالحه ممكنه مع بن علي فيها فائده للشعب التونسي من عاش كفاية فائده مش كفاية فائده. احنا مساله مبدا مساله مبدا لازم كل اخطاء الناس تعترف باخطائها وتكون درس للاخرين ونسترجع اكثر ما يمكن من الاموال زاد راه محمد راه زاد توا احنا توا الاموال قاعده تخرج من تونس راه الاموال قاعده تخرج والناس تعرف. يعني بن علي مش شيطان كما يصوروه البعض. لا بن علي انسان اعطته ظروف باش يكون رئيس ما عنده حتى مؤهلات يكون رئيس تونس وفوت على نفسه وعلينا احنا الكل باش انه يعد المجتمع للديمقراطية اللي خلانا احنا اليوم ما زلنا في مستوى الكبت اللي الناس ولات تقول اللي شيء والناس تسب وانتج معناها ما فهم ما زلنا التوبة 8 سنين على مقعدنا نحن مضغوط علينا. والله نحب نحكي لك حكايه محمد كان عندك وقت. والله مره في الراديو برشا حكايات فكرهم هذه مره جات فيروز فما صحافي لحلح مجري عمل امبوسيبل ما تقابل حتى صحافي مشى دبر تصور لا الصحافي نتاعها لا الملحق لا حتى حد من الفريق نتاع فيروز الكل ما حتى حد ما يقابله. لقى مواطن لبناني مغروم فيروز حكي معاه قالوا الصحافي مرحبا بك في تونس قالوا انا كذا راني ناحيتي كما تمشي فيروز انا نتبعها وكذا قالوا في تونس اسمعني محمد قالوا في تونس قالوا خي والله خلطت بح في الليل وما زلت ما خرجتش قالوا ايه بح في الليل ما شفت شيء قالوا ما نطر تصب شي جاوبوا الصحافي شبيه ما تصب كان في تونس؟ معناها نحن تل ما وصلنا يلزمك حتى الطقس بتاع تونس راه وصلنا الوضع راهو على المستوى التوانسه قلت لك قالوا معناها كان في تونس تصب المطر كان احنا عندنا طقس خايب كان المطر تصب حاجه خايبه معناها تل ما نحن وصلنا الوضع نتاع قمع جمهوريه الخوف اي جمهوريه الخوف هذا كله حرام كله زايد كله زايد. محامي بن علي منير بن صالحة يقولك اليوم فمش ظروف موضوعية حتى يرجع بن علي ونقوم بالمصالحة هذه وتصير مصارحة وكشف حقائق وتسوية تاريخية مع بن علي اللي هو كان رأس النظام على امتداد 23 سنة بشرى بالحاج حميدة ترى وأنه هذا مبرر. إذا كان بن علي يسمعك الآن شو تقول له؟ ليه نقول له انا استعرف حاجات اللي عملتهم بالغلط علاش ما قلتش راني غلطت وماذا بيا نقول لكم انتم يا توانسه ما عادش تخليوا حتى حد يغلط كما غلطت انا اقفلوا رواحكم زاد يا توانسه وافهموا عنده مكان بيناتنا بن علي اليوم شنو عنده مكان بيناتنا في المجتمع التونسي هو جزء من التاريخ راه هو جزء من تاريخ تونس مش من تاريخ مش نحيوها هو جزء من تاريخ تونس اما كونه باش يلعب دور ولا كونه لا اما كونه هو جزء من تاريخ تونس فما برشا عمليات صبر اراء تعطيه نسبه عاليه من الثقه هذاك يوريك اللي احنا في وضع خايب هذاك دليل اللي نحن الطبقه السياسيه ما نحبش الكلمه الطبقه السياسيه فهمت مفروض نفهموا علاش اخطانا وعلاش ما يلزمناش نعاودوا نخطئوا وكيفاش نفيقوا على رواحكم. واضح. بشرى بالحاج حميده مازلنا مواصلين حوارنا معك بعد شويه نحكيوا على التحوير الوزاري وعلى المستجدات السياسيه والحقوقيه ايضا يرافقنا في التحليل والنقاش زميلنا الصحفي معز الباي لكن قبل هذين نمشيو موجز الاخبار وراجعين. هنا تونس وسبعة دقائق مستمعي ديوان فام مرحبا بكم من جديد شكرا لكم على الاستماع وعلى اختيار موجاتنا ديوان فام مازلنا مواصلين معكم حتى للماضي ساعتين برنامج هنا تونس في جزء الأول اليوم يفتح الملف السياسي والمستجدات المتعلقة بالشأن الوطني السياسي والحقوقي والبرلماني سعداء جداً
باستضافة عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الائتلاف الوطني مدام بشرى بالحاج حميدة. مرحبا بك من جديد. أيضا يرافقنا في التحليل والنقاش على امتداد حصة اليوم زميلنا الصحفي معز البي. سي معز مرحبا. مرحبا بك وبالمستمعين مرة أخرى. نذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل صفحة الفيسبوك ديوان فام اللي تنجموا تخليوا فيها كل التفاعلات والآراء والمقترحات. وبشرى بالحاج حميدة وخاصة فخونا بشرى علاش تبتسم بشرى؟ وليه والله يختفى، احنا حكينا شوية قبيلة. يسبوك برشا في الفيسبوك. يسبوك برشا ومش ليه أغذر انا يعرفوني عباد ما نتقلقش لا من السبره ولا من النقد، ما عنديش مشكله بالكل، والعباد عشرتني تعرف الحكايه هذه. اما انا مفجوعه على التوانسه وكاع ان شاء الله تونس ديما لاباس ياكلوا بعضهم وهكا يا ناس حبوا الناس. هلا موصي بالحب حتى ما تحبوش، احترموا بعضنا، نختلفوا، مش لازم نحبوا الناس الكل، مش واحد يحب 12 مليون، مش مطلوب باش يحبوا، ومن حقهم ما نعجبهمش. فهمت انا بدي ساعات نفد من روحي مش العباد تفد مني. اما الويش العنف هذايا وكهو العنف ما يجيب حتى منفعه. ايضا تنجموا تتابعونا في المباشر بالصوت والصوره عبر ستريمينج لايف على صفحه الفيسبوك ديوان فهم، وينتقاو البث الحي اللي امن هنا زميلنا سامي شويخ. كما تنجموا تتابعونا زاد على السيت ويب ديوان فهم .net اللي تلقاو فيه اخر الاخبار وجميع تسجيلات برامجنا. بعد القوس اللي فتحناه في البارتي الاولى بشرى بالحاج حميده عضو مجلس نواب الشعب عن كتله الائتلاف الوطني، كتله يوسف الشاهد كما يقال في المنابر السياسيه والاعلاميه، تحدثت منذ قليل على اواخر عهد بورقيب وقلت انها كانت فتره صعيبه. هل انه اليوم اواخر عهد الباشي قايد سبسي وما نعيشه اليوم من صراعات سياسيه من جدل متعلق بالتحوير الوزاري اللي انتم عندكم منه موقف في كتله الائتلاف الوطني شبيه بتلك الحقبه؟ لا مش كيف كيف، تعرف علاش؟ فما فرق بين تحس النظام وفاء وقاعد يوفى وبين نظام باش يستمر، خاطر انت عندك اليات تاع ديمقراطيه وعندك مؤسسات، معناها تنجم تقول انه كل مرحله جديده تبدا ومرحله توفى، معناها بدايه نهايه المرحله هي بدايه مرحله جديده. اما مش معناها راهو نهايه النظام ولا نهار النظام ولا لا، مش كيف كيف بالكل، ما فماش مقارنه. ياسر فما فرق بالنسبه لي انا، يمكن التوانسه ما يعيشوش ولا جزء من التوانسه ربما ما يعيشوش، ربما يضرب طرف. اما انا نعيش الفتره هذه بصعوباتها ومشاكلها واللي صار كل كاجمل فترات تونس. قيادات نداء تونس اليوم يعتبروا التحوير الوزاري الحالي شبيه بانقلاب 7 نوفمبر، ويعتبروا انه اليوم فما انقلاب اخلاقي وسياسي على الباشي قايد سبسي. انا اكبر كلمه انقلاب باش تولي تافهه الدرجة هذه معناها مش باهي. ما جيش بلاد ديمقراطيه وعمل دستور ونحبوا نحن نتعلموا نمارسوا ممارسه ديمقراطيه، نتعلموا قاعدين نتعلموا كل، وكلنا قاعدين نحبوا نفعلوا الدستور. يعجبك ما يعجبكش حاجه هذيك حر، نفهم العباد اللي ما يعجبهمش، انا يعجبني بصعوباته خاطر نعتبرها كل واحد يتمرس على حاجه قاعدين نتعلموا بحلاها بمشاكلها بالنواب الخلواضه من فيهم انا من كذا، ما كيقولوا معناها مش نسب في زملائي نحكي على روحي، هتشربيكه بين حكومه مجلس نواب بالرئيس الجمهوريه، راهي حاجه كبيره ياسر قاعده تصير في تونس. راهو كي نحيو مشاكلنا احنا ونحيو شكون شق ننتميو بين ظفرين، راك نعيشوا في ديناميكيه، كنا في جمود خرجنا من جمود نعيشوا في ديناميكيه نتاع مؤسسات تختلف. هو احسن حاله انك مؤسسه رئيس جمهوريه متفاهمه مع مؤسسه الحكومه، احسن حاله انه الثلاثه فما انسجام، ولكن في نفس الوقت لكن فما معركه كسر عظام اليوم بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه. انا مش كنت نرى وكانه يوسف الشاهد انتقل لمرحله قتل الاب الباجي قايد سبسي صاحب الفضل عليه في وصوله لكرسي رئاسه الحكومه في القصبه. ايضا الباجي قايد سبسي قدم الكثير لشق متوانس على الاقل اللي يمثلوا نداء تونس والتيار اللي ربما تنتمي له انت بشرى بالحاج حميده. علاش وصلنا لهذه الازمه؟ علاش وصلنا لهذا الوضع اليوم؟ فما شكون يعتبر وكانه هناك نوع ديمقراطيه تختنق اليوم؟ لا اسمع خلينا نوضحوا ساعه. باجي قايد سبسي ما قدمش كان لينا احنا، راهو قدم لنا لينا احنا واعطانا فرصه لواحد من الناس مدينه ليه بكل وضوح. وعمري ما نجم ننسى الباجي قايد سبسي مكنني باش نكون في مجلس نواب الشعب،
وبيجي قائد سبسي اعطاني رئاسة لجنة اعتبرها تتويج لمسيرتي النضالية ونهاية معناها ربما مرحلة في السياسة وفي كل شيء. لكن حسب المعلومات اللي عندي اليوم تغش عليك البيجي قائد سبسي. من حقه من حقه. علاش؟ ينجم يتغش. أنا في باليش منتي هكو في بالك إذا متغش نتصور خاطر ربما عمري ما كما نقولوا احنا بالتونسي ما لويت العصا في يده يعني حتى أنا مش مقتنعة 100% عندي ثقة فيه خاطر أنا باجي قايد سبسي في حياتي مازال اليوم عندك ثقة فيه الباجي قايد سبسي أنا نعرف رغم انتقاداتك للتمشي الحالي وموقفه من الحكومة وموقفه من التحرير المجاري نضيع الأفكار ورا بعضه فهمت خاطر خليني أنظر باش تفهم حاجة أول حاجة رئيس جمهورية منتخب من لا متعة من لا متعة بكل صراحة ثاني حاجة أنا في حياتي زوز رجال سياسيين أعجبت بهم وبالحق عندي اليوم إعجاب بقي كل نغزر لهم عند معناه ما فماشي حاجة هكا تلمع ولا حاجة خالي لا رحمه مات بكري وكان رئيس ديوان بلدي تونس ورجل عظيم 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 ونهار إن شاء الله نلقى فرصة باش نحكي عليه برشا حاجات حلوة وهو داره كلها مكتبة كلها دار كاملة مكتبة ما عندوش حاجة ما كسبش شيء بحياته دار خليها بالديون خلصتها البنكة بالأسيرونس وبيجي قائد سبسي إثكام تاعو إثكام تاعو بيجي قائد سبسي اللي عمله هو في عامين نحن 23 سنة في عهد بن علي لحلحوا ونضغطوا ونكمبنوا وتقريبا نقول لك نبكيو نبكيو باش جماعه المعارضه الديمقراطيه عملوا 23 سنه ونهار ان شاء الله نتلقاو هكا في بلاتو مش مسمي لك شخصيات معروفين اعتباريه وناس احترمهم راه على الاخر ونحن للصباح يا عباد ربي نلموا بعضنا ما يسمى تو نسميهم الاصلاحيين نسميهم انت جمهوريين نسميهم الديمقراطيين او احنا نقول وقتها المعارضه الديمقراطيه ما ضيعش البوصله اليوم الباجي قائد سبسي مش وكأنه ربما خياراته الحالية هو عنده خيارة معينة عندهم شرعية وعندهم ما يبرر ربما هذه المواقف أنا نعتبر للزوز مواقف نجم تدافع على روحها كل موقف يدافع نجم يدافع على روحه أنت مع شكون اليوم أنا موقفي أنا مع الباجي ولا مع يوسف لا مش حكيت أشخاص أنا مع الباجي في الميراث على الأخر أنا مع الباجي في توجهه أنه يحب المجتمع هذا يطمئن عليه أنه ماشي في اتجاه الحداثة فاهمين؟ وفي هذا عندك فيه ثقة مطلقة لباجي قايد سبسي؟ مش حكاية ثقة، ماش حكاية ثقة ولات حكاية خيارات مختلفة. هو يعتبر اليوم أنه الحكومة هذه لازمها تتبدل من الأول للآخر. أنا نعتبر أولاً الحكومة هذه بصعوباتها بكل شيء معناها فما تحسنات. ثاني حاجة نعتبر العام الأخراني نتاع ما عادش فما حتى شيء ما ماكش تعمل إصلاحات كبرى. أكثر ما يمكن تعمل أنك تنقص في الأسعار. انك تبدا اصلاحات سواء على صناديق سواء على صندوق الدعم سواء اما باش تقول لي في عام تنجم تعمل معجزه زيد يا خويا انا نقول اليوم بالحق كاننا بالحق نحن عندنا خلاف جوهري مع حركه النهضه كحزب منظم كحزب موجود بقوه القانون ماشي عامل حتى حد على النهضه مزيه باش توجد هذا قانون في البلاد يسمح باش النهضه توجد أنا نقول لك يا أخويا الناس لما بعضها تحضر الانتخابات هو الصحيح ما عدا هذا قاعدين نضيعوا وقتنا ما عدا هذا نحن مانيش بنجيبوا ناس اللي من 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 يوسف من الشاهد اليوم اللي أنت تدعم وتدعم حكومته وكتلتك الوطني تدعم حكومة يوسف الشاهد اللي فما شكون يعتبرها حكومة النهضة تعتبره قادر وأنه اليوم يكون خليفة الباجي قايد سبسي في قيادة التيار الديمقراطي التقدمي أنا ما عادش نأمن بشخص يقود أنا نمن خاطر شخصية قائد سبسي والكاريزماتيزم تاعو راهو مش ساهل يعني لا مجال المقارنة بين الباجي ويوسف الشاهد ما هما ساعة مش فرجية أصلا راهو شبيك فما فرق بين إنسان اللي تراكمت عنده تجربة وعاش العهود الكل وعاش في وسط النظام ويعرف كل شيء ويعرف تفاصيله وعنده معناها راهو رد فعل نتاعو قداش سهل وقداش كذا وبين شاب عمره 42 سنة تقارن في حاجتين ما تقارنوش هذا فما شكون يراه انه طموح برشا وجامح برشا اليوم جامح مانيش موافقه طموح من حقه انا نحترم كل انسان طموح بكل صراحه انا اللوم على روحي ناقصه طموح من الحق نقول روحي شو ما عنديش طموح معناها نفرح نحب الناس ماذا بيا الملايين تاع شباب عندهم طموح
انا نبدا به تنعارك فيهم الشباب كيفاش ما عندوش طموح لا سياسي لا مدني لا برشا، مش معناه ما فماش، فما شباب ما يعملوا كيف ومهن وهذوكم اللي رجعوا لي الامل في الدنيا، فهمت؟ طموح مدني، طموح مهني، طموح سياسي اللي تحب، حسبها هي طموح. نقول لك ما هوش ما انا اليوم كان نحبوا بالحق ننجحوا، ما عادش نحكيوا على شخص، نحكيوا على حزب ولا مجموعه ولا تيار كيما مشروع نداء تونس، فهمت؟ اللي هو يرجع الامل التوانسه، خاطر حركه النهضه ما نحبش نقعد نحكي عن النهضه، خاطر نعتبر هذه معنى الخطا الكبير قاعدين نستحى فيه مش فايقه. راهو عندها في اكثر ما يمكن 25% 75 من الجمهور الانتخابي. اي نعم. عندك 25%، عندك 25% واعطيني 75 فيهم شويه جبهه شعبيه، فما التيار والبقيه وينهم التوانسه؟ شكون ممثلين؟ وينهم اليوم التوانسه؟ وين لاقيين روحهم؟ شكون باش ينتخبوا 2019؟ لانه ما يحصل اليوم وحصيله حكومه يوسف الشاهد قد لا يشجع التوانسه على انهم يهتموا بالشان العام. ماشي ماشي، اليوم يشوفوا التوانسه على الاقل في جزء منهم يشوفوا في احتراب على المناصب، مش ربما تنافس على برامج. سامحني باش نسميك باسمك خاطر محمد عايشك، التوانسه راهو فدوا من كل سياسي، مش حكاية يوسف الشاهد. ما فماش اليوم سياسي ينجم يقول ما بقطع نظره ولا معناها صبر الاراء واللي تحب، ما فماش تونسي صعيب ياسر باش تلقى تونسي يحب السياسه. عملنا 60 سنه جفاف سياسي، جينا بعد الثوره ولينا كلنا نعرفوا السياسه وفاهمينها وكذا، ولينا كلنا ناقمين على السياسيين. وراهو فما حاجه خايبه قاعده على امتداد السنوات هذه زاده، انه معناها الناس ماهيش قاعده تحلل بهدوء، كنا في العاطفه، فما برشا تشنج وبرشا عاطفه وبرشا. اليوم انت تقول معز كلمه ما نفهمهاش، وننسى اللي قلت انت البارح والنجم نربطه، انا بعض اللي قلته لي البارح انا اليوم نربطه باللي قلته اليوم والنجم نفهم. اما انت اليوم تقول لي الكلمه هذه الكاس ابيض نمشي معاك، ولا العكس اكحل مغالط، معناها ما زلنا وهذا الكل. انا مش مقلقني راهو بالحق، اللي مقلقني كان العنف، شكون واضحه انا مقلقني في البلاد كان العنف، الديناميكيه هذه بمشاكلها وكل شيء راهي فرصه وتتيحت لينا باش نعملوا سياسه. قبل ما نعطي كلمه المعز البايزه من الصحفي اكيد عنده معاقب ويعلق على كلامك خاصه في علاقه بالتحوير الوزاري والمسار السياسي الراهن بشرى بالحاج حميده، التحوير الوزاري في حد ذاته ربما الحدث الابرز اليوم في النهارين توالى، هل كان في مستوى انتظاراتك؟ هل تعتبره جزء من الحل اليوم للخروج من المازق الراهن؟ الحل هو انه نعملوه ساعه، خاطر توا عام واحنا نحكيو على تحوير الوزاري، خلي هالحكايه نرتاحوا منها، ما تحبش اكثر من هكا، خلي نرتاحوا منها يا خويا. كان تحب تقول لي انت شنو تحب تنقول لك شنو تحب. شنو تحب؟ انا نحب 15 وزير. حكومه مصغره يعني. مصغره فيها 15 ومنهم 8 نساء. علاش ما عملوش هذا يوسف؟ ما ينجمش. خاطر هو ماهوش كان جينا في نظام، كان جينا في نظام انتخابي اخر وعنده حزب قوي يعمل يحب وحزب مسانده وحزب بيعطيك له ثقه، انا اعطيك ثقه تخدم على روحك نحاسبك من بعد. ها هو كيفاش يصير في الديمقراطيات بالحق اللي ماهيش حتى في اوروبا الغربيه. تحوير الميزان مشي يتعدى اليوم في تقديرك؟ مش يمر يوسف الشاهد سيواصل الى جانفي او فيفري 2020؟ من عشر الجانفي 2020 ولا لا ذاك مش نقول لك، اما نتصور باش يمر بالحساب باش يمر، ولكن احنا المهم اليوم صار باجي قائد سبسي مش قادر على الاطاحه بيوسف الشاهد اليوم دستوريا وسياسيا. دستوريا ما ينجمش خاطر حكايه مجلس النواب، سياسيا ينجم كل شيء، سياسيا وعنده الحق باش يعمل يحب هو. لكن انا نقول نتمنى ان اليوم رئيس باجي قائد سبسي ورئيس الحكومه يلقاو حل باش نعديو العام سلامات على مستوى الامني على مستوى الانتخابي خاصة أنه هما الاثنين لازم تعرف اللي رئيس الحكومة وسيد رئيس الجمهورية التزموا أنه الانتخابات باش يقع في الأجيال. مازالوا نجموا يتعايشوا الزوز؟ ما فما حتى شيء من حمرة بالنسبة لي. نور الدين بتيش أمس في تصريح معنا في برنامج هنا تونس تحدث عن قطع شعرة معاوية من قبل يوسف الشاهد تجاه رئيس الجمهورية الباجي قائد سبسي. باش نعطيك حاجة نور الدين بالذات. وقت الحملة الانتخابية نتاع سيد رئيس الجمهورية عمري ما تصورت نهار بشي يولي يرجع يحكي مع السيد الرئيس ولي في 15 نتاعو. معناها السياسه ما فيهاش الحكايه القطعة كلام معناها نتاع هكا سياسه وكاهو كيفاش؟ مش نحكي على عشان الفواحد.
البيجا قاسبسي سامحهم وقربهم، وهما كانوا معناها وصلوا لدرجه في الكلام اللي ربما ما فهمت مصلحه تونس اليوم تقتضي مواصله الشاهد، تقتضي ان الحكومه تكمل العمل هذه، تخدم الحكومه تخدم بعيوبها وباللي تحب زادة فهمتني، وانه رئيس جمهوريه ورئيس الحكومه يلقوا حول حل باش يتواصلوا مع بعضهم، وخاصه يضمنوا انتخابات، وفي الاثناء ماذا بينا الديمقراطيين يخرجوا من الحكايات هذوما ويحكيوا مع التوانسه على الصحيح شنو اللي نجموا نعملوا المرحله الجايه، كيفاش نرجعوا الامل للتوانسه، علاش تعطت الاصلاحات باش ما عادش نعاودوا الغلطه هي بيدها، شنو هو المشروع الثقافي للتوانسه اللي اليوم مش فاهمين توجهات البلاد، شنو هو الدستور كيفاش نفسروه، الحريات الفرديه خلينا نحسموا هالمقاضي هذه بعلاقه بالدستور، عندنا عام هذايا يا خويا وعام 2019 ان شاء الله التوانسه يحسنوا الاختيار لا فقط من حيث الاحزاب اللي كانت ايضا يتسائل من حيث الاشخاص اليوم تدعم يوسف الشاهد، وعلى ما يبدو يوسف الشاهد ما عندوش موقف من قضيه المساواه في الارث. هاتوا نشوف، هاتوا نشوف، ما زلت هو مشروع الرئيس ليش قايد سبسي. لكن انا ولكن انت سياسيا مصطفى مع يوسف الشاهد اليوم؟ انا كان هو يجي ضد الارث انا اللي مش معاذري، انا نقول لك يا سيدي ياسر معناها مستحيل في حياتي باش نصوت الانسان هو ضد مساواه الارث. واضح، شكون واضحين معز البي، تعقيبك وتعليقك على ربما تموقع بشرى بالحاج حميده اليوم، كتله الائتلاف الوطني، التحوير الوزاري والانقسام الحاد اللي يعرفوا اليوم السلطه التنفيذيه بين راسيها رئاسه الحكومه ورئاسه الجمهوريه. واش خلينا نبداو الامور من مبادئها، اللي صار اللي عمله يوسف الشاهد بلغه الشطرنج يسميه كش ملك، يعني حط الباجي قايد سبسي في الركن، استعمل صلاحياته الدستوريه والقانونيه. تعرف الشطرنج انت ما فهمتش، انا ما نفهمش العبارات. نلعب شطرنج. بالحق صح عليك. ويوسف الشاهد لاعب جيد للشطرنج على ما يبدو. بالحق. لانه استعمل صلاحيته القانونيه والدستوريه وحط الرئيس في تركينا، فهمت؟ تقريبا ما خلاله حتى مجال لرد الفعل. نتخيل انه بيجي قايد السبسي بحنكته السياسيه كما قلت انت 60 سنه عاش الانظمه الكل وخدم مع الانظمه الكل، دونك يلقى مخرج للرد. اللي مع بن علي راهو مشى في سا. اي ما تسميش ما نحكيك يعرف يعرف السياسه بالقدام. كمل خدم مع بن علي رئيس برلمان، فهمت؟ مش شويه. المهم هذا اولا. اثنين، التحوير الوزاري اهميته ما توقيته كذا واحد كل. انا قبل ما ندخل في نقاشات البوليميك نتاع علاش تحوير هذا واحد كل، نتسائل على انا تقييم تبنى التحوير هذا، علاش الوزير هذا مشى وعلاش الوزير هذا حولوا البلاصه هذه، وشنو معناها ما هي معايير التقييم اللي قام بها يوسف الشاهد لتقييم اداء الحكومه نتاعو، خاصه انه فما وزراء في عهدهم صارت كوارث كبيره ياسر، نلقاهم خذوا حقائب اخرى فهمتني لم يتم التخلي عنهم، ونلقاو ناس خدمت على روايحها خرجت. كيما شكون مثلا؟ مانيش باش نسمي اسامي، ما نحبش ندخل في التسميات باش ما نوليش انا نساند في هذا وندافع على هذا ونضرب في هذا، انما على الاقل الشارع السياسي التونسي يعرف ويتابع الشيء هذا. هذا باب اول. فاذا التحوير تبنى بطريقه غريبه جدا باش ما نقولش حاجه اخرى. عندهم حق الناس انهم يقولوا هذه حكومه النهضه، لانه تقريبا يوسف الشاهد مستند على حركه النهضه لدعمه في وجه العركه. قداش من وزير من النهضه؟ على قداش من وزير؟ مش برشا، مش برشا، لكن معناها خاطر قاعدين يقولوا في كلام غلط، ما لازمش واحد يخليهم يغلطوا. حتى اللي ماهوش محسوبين على النهضه، النهضه موافقه عليهم. اسمع ما فماش اغزر يا معز، انت تعرف وحكيت لك على وزير من الوزراء اللي هو يعتبر نفسه ضد النهضه، واللي هو حتى رشد غنوصي اون بيرسون رئيس وزير. شكون هذا؟ لا لا مش هو، كان مش لازم هو يعرف. لا خلينا نسميه لا لا هو يعرف، لا ما نسميش، ما نسميش الاشخاص. ما فماش وزير يطلع ما غير من هنا. يعني فما ناس تمارس الازدواجيه اليوم في الكواليس، عندها موقف من النهضه وفي الاعلام عندها موقف. اسمعني سامحني، الناس اللي هكاهم تو يسبوا في النهضه، ماذا بيا سالتوهم انتم شو موقفكم من التقرير؟ تقرير الحريات الفرديه والمساواه. شو موقفهم؟ ترى هاو قداش من شهر من جوان جيب لي الناس اللي قاعده تسب في النهضه في بلاتوات. يعني فما تلوث في المواقف تجاه النهضه. باش نسميو الناس باش تكون واضحه. باش نكون واضحه. اللي خذاو مواقف كرشيد ورضا بالحاج، بقطع نظر اختلافي مع رضا بالحاج تعرفوه تو. اللي خذا موقف واضح رضا بالحاج وكرشيد نسيت البرينو تو. مبروك كرشيد. اما الناس اللي كانوا وزراء ولا مازالوا وزراء، انا ما سمعتش، سمعت اسمه مهدي بن غربيه، ومره اياد دهماني في موزايك، وحف قايد سبسي خرجوا بيان، لكن نحكي لك على المواقف. قايد سبسي ماهوش باجي، اسمه حف قايد سبسي ماهوش كان في الاعلام، نحكي لك كان في الاعلام عنده نفس موقف بوه صاحب المبادره.
هو خرج بيان مساند المساواة في الإرث. أنا نحكي لك على الناس اللي تهاكمت في النهضة على أمور سياسية وانتخابية. سياسوية ولا سياسية؟ انتخابية، مش كون واضحين. أوكي هو الجواب، لكن أنا ماذا بيا سمعتهم يتعاركوا مع حركة النهضة حول التقرير، حول مساواة في الإرث، حول موضوع الإعدام، حول موضوع عدم تجريم المثلية. ماذا بيا سمعتهم؟ واضح، خليك توصل الفكرة مؤسف. إذا قلت لك هو يوسف الشاذلي استعمل حقه، فهمتني، القانوني والدستوري في تشكيل الحكومة، ما رجعش للرئيس، ما تشاور مع حتى حد. لكن علاش تعتبر يوسف الشاهد انقلب على البيجي قيس؟ ما اعتبرتش يوسف الشاهد انقلب على البيجي قيس السبسي. أنا نعتبر أن الانقلاب حصل يوم البيجي قيد السبسي نادى للناس، قال لهم فوتيتيل، صوتونا، صوتوا للنداء، فهمتني، باش نكونتريو النهضة، ثم حط اليد في اليد مع النهضة. البيجي تحايل على توانسة؟ تحايل على توانسة. هذا اسمعني، هو اسمعني كيحبوا موضوعيه موضوعيه. المشكله الكل في النظام الانتخابي، ومفروض انا بدلناه في 4 سنين، ثم بدلناش النظام الانتخابي، ما عادش يخلي حتى انسان يحكم وحده. وخلي من تو نقول للتوانسه، هنقولوا من تو اي واحد يقول لكم راني باش نحكم وحده يكذب عليكم، هنقول له من تو. حتى طرف ينجم يحكم غير النهضة اليوم؟ مش نهضة، ما عادش كم شنجح، مش نهضة، جدل دائر حول حركة النهضة. هذا الشيء تعرفوه، هذا الشيء تعرفوه على الانتخابات، هذا الشيء تعرفوه. يا خويا ما عادش كم شنجح، بلاكش تجينا معجزة حركة النهضة تجيب 0.1 0 فاصل كما يقولوا هما. النظام الانتخابي لا يسمح، لكن سامحني، هذا من قبل الانتخابات. انتم تعرفوا الشيء هذا، تعرفوا ان النظام الانتخابي لن يسمح باش يشتت الاصوات وباش يضطر النداء انه يحط اليد في اليد مع النهضة. علاش كانت شعارات الانتخابية القطيع مع النهضة؟ يعني هو راه مشروع النداء تونس راهو الاصلي، راهو حداثي يتعارض مع حركة النهضة وترجع المرجعيات نتاعنا وكل شيء. كونه ساعة احنا حتى من نسبة النجاح والعدد كنا نجم نجيبوا اكثر، حتى يمكن نجم اكثر شوية مهمة برشا، فما زاد امكانية كانت ربما مع طرف اخرى. ولكن اعطيني بالحساب شكون الحزب اللي كان ممكن يدخل مع النداء تونس، اعطيني او بالحساب. فهمت؟ أنا نقول معناها المهم أنه نعرفوا اللي حتى إمكانية حتى حزب باش ينجم يخدم في المجلس وتشريعات وباش يعمل حكومة، إذا ما فهم، إذا النظام الانتخابي مازال قائم. وتمنينا احنا تصير مبادرة تشريعية من الحكومة على اساس هذا، وحنا على باب جلسه لمنح الثقه للتحرير. ان شاء الله ان شاء الله ما نكونوش ماشيين في اتجاه ازمه كما اللي صار قبل في لبنان. ان شاء الله ما نوصلوش لمرحله الازمه والصدام هذا، خاصه سيناريو الفراغ ممكن اليوم. فراغ لا، ما ينجم يصير بلوكاج، ينجم يصير تعطيل، تعطيل وبلوكاج، وخاصه الفتره هذه فتره حساسه جدا جدا بالنسبه لتونس. بخلاف الاستحقاق الانتخابي القادم، فما استحقاقات اخرى اقتصاديه وماليه وغيرها، واحد وكل، فما التزامات تعهدات دوليه لتونس، فما وضع اقتصادي واجتماعي خايب على الاخر اليوم، فما حاله يعني ركود اقتصادي وانهيار للدينار وغيرها واحد وكل. فالمؤثرات السياسيه راهي باش تاثر على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وعلى موازنتها الماليه. فما مصايب ومشاكل كبيره ياسر، فهمتني، في جمله ملفات الاصلاحات الكبرى اليوم ما عادش تنجم تستنى. اليوم يلزم ماذا عن قضيه الاختيارات السياسيه والجدل الدائر اليوم حول موقف كتله 3000 الوطني من وزارتين الدفاع والداخليه؟ نحب نجاوب هنا جيناها اي توا. قيل عنكم انكم رفضتوا استجواب وزاري الداخليه والدفاع، كنت تاتي في المدني وانقلبت على تعهد انتخابي بكشف الحقيقه في الاختيارات. والله مع الاسف نحن المشكله نتاعنا زادها زميلك شكري بالعيد رحمه الله، صديقي، صديقي عايشك، صديقي محمد البراهمي، الحاج محمد البراهمي يرحمه مزوز، وحتى انسان تونسي ما ينجم يكون يتصور نفسه ما يحبش يكشف الحقيقه، كونش اذا هو عنده اليد في الحكايه. هذا نظريا، خلينا على ارض الواقع. على ارض الواقع اشتعلتوا مع هذا؟ هاو باش نعطيك، احنا تفاعلنا ساعه كل واحد كيما حب باش نقول لك وكحكومه يوسف الشاهد. هاو باش انا مش داخل الحكومه، تو انا في الحكومه، تو نحكيو على احد الاضلاع الداعمه للحكومه. لا لا هو مخيبه كلمه اضلاع وترشني هو ما ضلعت حد، انا ما نحبش. واصل بشرى تفضل. فما حاجه مش صحيحه اللي هي اللي احنا نرضوا الاستماع ليهم. هذا ما قاله ايمن العلوي زميلك. اي سامحني ايمن، خليني ساكته، ما نحبش نتكلم في زملائي، خليني ساكته. اوكي نحن فما كان زوز مواقف، الناس تقول لك ايه جلسه عامه والناس تقول لا. في المكتب الاعضاء المثلونه طرحوا مساله شكليه ولكن مع المبدا، اكثر من هذا
راهو في نعطيك معلومات وبعد نعطيك موقف بالكدا نفسره لك. راهو في الماي طبس على واحد من الزملاء وقال له لازم نعديو الفوت خاطر باش يتعدى في الفوت. دونك عمرك ما تصور لي احنا ضد. ها هو وين المشكله؟ جلسه عامه ولا لجنه؟ اكثر من هذا مش عطيك موقفي لان كل محاوله لتوظيف هذا خلينا نفسر ضرب حركه النهضه خلينا نكمل ضرب الحكومه خلينا نكمل عايشك خلينا نكمل كيف راح تصير مهمه برشا عطيتني فرصه. انا من الناس اللي نحبها جلسه سريه اصلا تحبش اكثر من الكتله نتاعي. الكتله نتاعي قالت في اللجنه. علاش في اللجنه؟ خاطر اللجنه راك ما لها علاقه مع الشو نتاع الجلسه العامه. الجلسه العامه يتكلموا 200 نائب يتكلموا على روحهم وبعد وزير يقول يحبوا يروح على روحهم. في اللجنه في بالك احنا النقاش الحوارات اللي صارت والاستماعات بالتفاصيل ويقفز انا تسال ومن بعد يجاوبك بعد تقول له سامحني ما جاوبتنيش عاود لي اللي هو مش ممكن في الجلسه العامه. اذا نحبوا الحق. حاجه ثانيه حتى واحد في تونس ما نجم يقول ما صارتش محاولات اختراقات وزاره الداخليه حتى واحد بعد الثوره حتى واحد. دولة طايحة يعني ما يقال على انه النهضة عندها جهاز خاص صحيح هذا؟ اه باش نقول لك الاختراقات صارت من قبل شكون؟ من اكثر من طرف. حركه النهضه اخترقت يعني وزاره الداخليه محاوله. انا نقول لك محاوله اختراق صارت من عده اطراف. واذا نحبوا من اختراق هذا لازم نفهموه. خلينا نكمل جملتي فرحكم اكثر من طرف وكان حبوا نحكيوا الدوسي نحلوا على قاعده ما نحلوش الطرف في الفايت الطرف. باش نكونوا واضحين يعني تاكد فرضيه محاوله ضرب حركه النهضه اليوم توظيف هذا الملف مانيش نعطيك الاجوبه حركه النهضه مانيش نعطيك شوي. خلينا نقول لك حاجه اخرى عايشك. نحن كي نعملوا قوانين ما فيهم نفذ معلومه فما حاجه في العالم اجمع احنا القانون نفذ معلومه في تونس من اول قوانين في ماخذين دار في انت في صحافي الخامس داري في العالم. فما حاجه ديما اسمها امن البلاد. فما امور ما تنجمش تحكيها. قال شنو الشعب كل لازم يسمع سمعني يعني. هاني انا نايبه ماذا بيا برشا حاجات ما نسمعهمش خاطر امن البلاد ماهوش سهل نحكي كل شيء ونجبدوا الاختراقات الكل. ولكن اليوم لازم نعرفوا حاجه مهمه. وزاره الداخليه في التعافي وانتم تعرفوا وتتبعوا الصاير من برشا حاجات. خليني نكمل بربي امان نكملها نستحفظوا عليها نعملوا الجلسه باسم الكتله نتكلم تو في اللجنه ونطرحوا كل التساؤلات وناخذوا مع بعضنا طريقه حل المشكله. واضح. اما مش نردها قضيه نحكيو للناس وكهو ومن بعد نروحوا وما فما شيء. نوصلوا للاخر وكل انسان مورط يتحاسب. اما نحب ناكد اللي ما فماش حتى موجب باش طرف بركه حاول اختراق نحاسبوه وان معناها ما نعرفوش هل فشلت ام لا حسب رايي. محاوله اختراق فشلت حسب رايي هو نجم يكون حتى شاخذ مش خبيره لست خبيره كان تجيب حق الانسان نقول لك لكن انا نحس فما تعافي كيفاش نستحضروا على التعافي هذا ونحاسبوا كل انسان كل انسان حاول يخترق وهدد البلاد لفتره معينه في ثلاثه نقاط وبايجاز شديد. كي نحكيو على اختراق راهو مش معناه سمباتيزاسيون مش واحد معناه سمباتيزون لحزب طرف معين ولا حزب معين ولا كذا نعتبروه اختراق. نحكي على اختراق معناه بطريقه منهجيه معناه فما جهاز يشتغل على انه يعمل امن موازي اباراتشيك داخل وزاره الداخليه وحاول انه يخترق وزاره الدفاع وهذا ثابت. اثنين انت تحكي على المحاسبه نتاع الناس اللي تورطت في الاختراق لم يحاسبوا بل بعض منهم ترقى فما شكون ثبت عليه علاقاته بالارهابيين وتسريبه معناها الادوات واجهزه الارهابيين ثبت عليه وترقى وتبعث في بعثات امميه لبرا فهمتي فما شكون ما خرجوه لبرا من تونس غير ذلك. هذا علاش الراي العام يلزم يعلم اليوم لانه عمليه المحاسبه مش قاعده تصير. شكون باش يحاسب؟ اذا كان سمحني ما تنجمش تعمل كابيتال لجنه بالتفاصيل تحب التفاصيل اذا المطور تحب الوصول بالحق مازال يحكم لتو مازال هو اللي يقرر فكيفاش تحبوا معز معز انتظار وانه القضاء تحب نجيب الحق نخدموا في هذه خلي القضاء يخدم. اما نحن في المجلس نعملوا لجنه وكان لازم تقعد ثلاث اربع ايام جلسه واضح وما نرقدوش تصبح واضح بوش نخرج كل الموضوع نعملوا لجنه لا لا في اللجنه في اللجنه لا ما قلتش لا مش عملش لجنه لازم اللجان انا واضح وصلت الفكره. اما في اللجنه الدفاع ولا لجنه حقوق انتهى الوقت حريه اللي تحب اما نقعدوا سؤال جواب سؤال جواب حتى نفركوا الرمانة على قاعده. كل الشكر ليك فما فرق بين شوف المجلس في الجلسه العامه وبين اللجنه بالتفاصيل والحلول زاده والحلول واضح وتولي تتفهم حماستك للموضوع هذا يا بشرى بالحاج حميده. ممكن تترشح في رئاسيه جايه؟ لا رئاسيه ولا تشريعيه مش تعتزل مش السياسه مش خاطر تعليق خبيره تتجه نحو اعتزال السياسه. انا مش ناقف مع كل قائمه
فيها ناس يمثلوا أولا النظافة، ثانيا الأفكار الحدثية، سميها حدثية سميها اللي تحب، فهمت؟ وعندي ثقة فيه. هذا اعتزال للسياسة مبدئي ضمني، معناها مانيش مستعد باش نترشح حتى منصب حتى لو كانت تكون وزيرة مرأة. لا لا لا، غير معنية بأي منصب وزاري في المستقبل. كونش هاني قلت لك حاجات نجم نعاون البلاد من غير ما ناخذ هالحكايات الكل تحكي عليها. مساواة في الارث وقتاش تتعاد؟ آه قريب، انا في بالك في نهار الخميس هذايا، لكن تاجل لذلك خاطر رئيس الحكومه مش نعش حصل التفاصيل. نعرف اللي رئيس الجمهوريه يعطيه الصحه ونشكره، وكان متغش عليا كما قلت انت، ان شاء الله مش متغش خاطر نحبه الحقيقه. نحبه نحبه ماش باش تغشش، نحبه بالحق لا غالب. اما نعتبر كلام زياد اليوم، احسن هديه هداها للتوانسه، احسن هديه هداها للتوانسه اللي صار كله في مشروع القانون المتعلق نداء تونس في اصله، ديما نقول مشروع الارث اللي باش ياثر على اجيال وعلى اجيال، باش يتعدى ولا يساش. قادرين على تمريره في البرلمان رغم معارضه النهضه؟ وشكون قال لك انت النهضه باش عارف لن تعارض هذا المشروع؟ لا قلت لك، شكون قال لك؟ انا قلت لك شكون قال لك؟ معز وقتاش تستدعى الفطور؟ وقت اللي يحب، يحب على نواصل. شو طيبت اليوم؟ لا هو انا طيبت محمصه جاريه وفلفل محشي وبطاطا في الفول. كل الشكر ليك بشرى بالحاجه حبيبه النائب. طيب جيت تفرح بيا تو، والله مرحبا بك في الوطني، شرفنا دائما تكون بحذانا ويشرفنا ايضا نفطروا بحذاك بشرى بالحاجه حميده. كل الشكر ليك. بعد شويه ضيفنا عبد القادر الحمدوني، كاتب عام مساعد بالجامعه العامه للتعليم العالي والبحث العلمي وتحركات مرتقبه للاساتذه الجامعيين، شنو خلفياتها وشنو مطالب الجامعيين اليوم، اكثر تفاصيل بعد شويه مع عبد القادر الحمدوني. لكن قبل هذين نمشيو موزيكا.